السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس المبارك مجلساً تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكر الله عز وجل الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. في هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر جمادى الأولى من عام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع في تفسير الآيات من سورة الواقعة من الآية 68 إلى الآية 70، وهي قول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها ومفردات الآيات ووجه الاستدلال منها وشرحها وهداياتها وأحكامها وبعض لطائف التفسير وأوجه القراءات سنتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى. أولاً، مناسبة الآية لما قبلها. الآيات التي قبلها كانت في الدلالة على وجه من أوجه قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق بالحرث والزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فجاءت الآيات تكملة لما قبلها في بيان آية أخرى من آيات الله الدالة على قدرته وعظيم حكمته سبحانه. فأولاً، دلالات خلق الإنسان. أفرأيتم ما تمنون، هذا الإنسان يحتاج إلى غذاء بالحرث والزراعة. أفرأيتم ما تحرثون، هذا الحرث والزراعة يحتاج إلى ماء، إلى سقي. ولهذا ناسب أن يأتي بهذه الآيات بعد آيات الحرث والزراعة، فالحرث والزراعة يحتاجان إلى سقيا وإلى ماء ليحييها بإذن الله. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فناسب في هذه الآيات أن يذكر منة الله عز وجل والآية العظيمة الدالة على قدرته وحكمته سبحانه، وهي آية الماء والمطر والغيث الذي هو بيد الله سبحانه وحده، ولا يستطيع أحد من العالم أن يأتي بقطرة ماء إلا بإذن الله. ولهذا ناسب في هذه الآيات أن يأتي بهذه الآية العظيمة الدالة على قدرته سبحانه، وهي آية نزول الماء. أفرأيتم، أخبروني، أفرأيتم
أخبروني إما بتحقيق الهمزة أو بتسهيلها على قراءتين للجمهور وورش عن نافع. أفرأيتم الاستفهام أيضاً هنا إما أن يكون تقريرياً في إثبات هذه الآية، وإما أن يكون إنكارياً على الكفار الذين جحدوا قدرة الله عز وجل فلم يؤمنوا به ولا بآياته، وبالتالي أنكروا البعث والنشور. أفرأيتم الماء الذي تشربون. قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله: مناسبة الانتقال من آية الحرث إلى آية الماء، مناسبة الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بماذا؟ بالماء. فانتقل من الاستدلال بتكوين النبات والزرع إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر والنخل بل وسائر الأمور، لأن الله عز وجل ذكر في آية امتنانه بالماء وأنه حياة: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ووجه الاستدلال هذا الكلام في بيان مناسبة الانتقال من الحرث والزرع إلى آية الماء إنشاء ما به الحياة، فالماء به الحياة كلها بعد أن كان معدوماً بأن كونه الله في السحاب بحكمة تكوين الماء. فكما استدل بإيجاد الحي من أجزاء ميتة في خلق الإنسان والنبات، استدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريباً لإعادة الأجسام بحكمة دقيقة خفية، أن يجوز أن يمطر الله مطراً على ذوات الأجساد الإنسانية يكون سبباً في تخلقها أجساداً كاملةً كما كانت أصولها، كما تتكون الشجرة من نواة أصلها. وقد تم الاستدلال على البعث عند قوله: أم نحن المنزلون؟ أم نحن الخالقون؟ أم نحن الذين نبعث الناس بعد موتهم؟ القدرة لله، والأمر لله، والخلق لله، والأمر كله بيد الله، فلا إله إلا الله. قوله سبحانه: أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أأنتم أنزلتم هذا الماء الذي تشربونه، أأنتم أنزلتموه من المزن؟ لا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً إلا بإذن الله، لكن المنزل له هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر الربط في مجال الإيمان والتوحيد والعقيدة، أن يكون الأمر كله لله. جعل استدلالاً منوطاً بإنزال الماء من المزن، فلا أحد يستطيع أن ينزل الماء من المزن إلا الله. وذلك الاستدلال على طريق الكناية بإنزاله عن تكوينه صالحاً للشرب، فماء المزن وماء السحاب ماء عذب زلال، فكان مناسباً أن يكون آية في إنزاله وآية في عذوبته وكونه صالحاً للشرب، لأن إنزاله هو الذي يحصل منه الانتفاع به، ولذلك وصفه بقوله: الذي تشربون. وتلاحظون أنه ما قال الماء الذي تنتفعون به، قال الذي تشربون. لماذا؟ دلالة على أخص أوجه الانتفاع،
وأهمها وهو الشرب، لأن الإنسان إذا لم يشرب فإنه يموت. فأهم ما يحتاج الإنسان إليه في الماء شربه، وإلا فسائر الانتفاع به من الزرع ومن السقيا ومن الانتفاع به في أوجه الانتفاع الأخرى، كل ذلك سائغ ووارد. لكن وصف بقوله تشربون، ثم بعد ذلك ذكر مغاير الشرب العذب الزلال، وهو الأجاج المالح أو المر، لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مالحا شديد الملوحة فلا تستطيعون شربه. فانظر، هذه آيات مترابط بعضها في بعض في آية واحدة، وهي آية الماء. فحصل بين الجملتين كما يقول أهل اللغة والبلاغة احتباك، كأنه قيل أنتم خلقتموه عذبا صالحا للشرب وأنزلتموه من المزن، أم الذي يفعل ذلك هو الله؟ من الذي أنزل الماء؟ الله. ومن الذي جعله صالحا للشرب؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لم ينزله، لأمسكه، ولهذا يحبس القطر والمطر حكمة منه سبحانه، ليرجع العباد إليه وليتوبوا إليه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله يأتي به، الله رب العالمين. ولأمسكناه في سحاباته ولم ننزله، أو أنزلناه على غيركم، أنزلنا على البحار، أنزلنا على الخلاء فلم تنتفعوا به. إذن هذه لفتة من لطائف هذه الآيات في وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. فلا أحد يستطيع في هذا الكون أن ينزل الماء أو يخلق أو ينبت الزرع إلا الله تبارك وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون فتسكنون به ما يلحقكم من العطش وتدفعون به ما ينزل بكم من الظمأ؟ تصور يا رعاك الله، لتنظر عظيم قدرة الله، لو منع منك الماء، طلبت الماء فلم تعطه، وصل بك العطش ذروته والظمأ قمته، فماذا أنت بصانع؟ تلتجئ إلى الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث. ولهذا اقتصر سبحانه وتعالى بنوع واحد من أنواع الانتفاع بالماء، وهو الشرب، مع كثرة فوائد الماء ومنافعه. لماذا؟ لأن الشرب أعظم فوائد الماء وأجل منافعه، به الحياة، وليس فقط للإنسان بل حتى للنبات. إذا لم يوجد النبات، إذا لم يوجد الماء للنبات، فإن الزروع تموت. ولهذا هذه نعمة عظيمة، الماء أصل الحياة والنماء. فليطلب من الله، ولتكن هذه الآية، يعني الآية الكونية والآية الشرعية، دليلاً على العبودية وعلى وجوب إفراد الله بالعبادة والالتجاء إليه. والله لو اجتمع العباد إنسهم وجنهم، قوى العالم كله، لتنزل قطرة ماء أو لتعطيك ماء دون أن يشاء الله، فلن يستطيع ذلك. ولهذا يجب الالتجاء إلى الله. وفيه القدرة أيضا والدلالة على البعث، الذي ينزل الماء من السحاب وهو
عن الماء مادة الحياة يستطيع أن يبعث هؤلاء الناس، يحييهم من جديد. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فما دام أن قدرته نافذة في خلق الإنسان من عدم وإيجاد الزروع والثمار من الأرض الجرداء المعدمة، وكذلك إنزال الماء إذا هلك الناس أو قنطوا من إنزال الغيث لا ينزله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكون هناك أسباب، ومن أسباب إنزال الماء المطر السحاب، وهذا كله بقدرة الله. ولو اجتمع الناس أن يوجدوا في السحاب شيئاً كما يفعله الآن بعض الناس في اختراعاتهم وأمورهم كلها، فالأمر كله بيد الله. مهما فعلوا وبذلوا من الأسباب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ووصف الماء بالذي تشربون، إدماج للمنة العظمى في المنن الأخرى. المنة العظمى من الماء هي الشرب والانتفاع به في الري وإزالة الظمأ والعطش، ولكن الأمر أيضا من أوجه انتفاعه صور غير ذلك. الماء العذب الذي تشربونه، والماء ثلاثة أنواع، الماء ثلاثة أنواع: ماء عذب، زلال، نمير، سلسبيل، كوثر. هذه المياه العذبة، ولهذا كانت آيات هذه الأنهار في الجنة كالكوثر والسلسبيل، وورد أن النيل والفرات أيضا وسيحون وجيحون هذه أنهار من أنهار الجنة، ولهذا فهي عذبة. والنوع الثاني المالح، المالح الزجاج الأجاج شديد الملوحة، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. لا يغب عن بالك يا رعاك الله، يا من نظر الله قلبك ووجهك بالإيمان والقرآن، أن تستدل بهذه الآية على إثبات الربوبية وعلى إثبات الألوهية والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فيدفع كذلك إلى توحيده وإلى الإيمان به وإلى إخلاص الدين له وإلى إفراده بالعبادة. والنوع الثالث من أنواع الماء بين ذلك، بين العذب والمالح، ويسميه البعض في لهجاتهم هماج، يعني قريب من الأجاج، بين العذب والأجاج. وهذا في الغالب يستخدم في الزراعة والسقي للحروث ونحو ذلك من أوجه الانتفاعات الأخرى. لكن الإنسان لا يستقيم بدنه ولا صحته ولا جسده إلا بشرب الماء الصالح للشرب. ولهذا اليوم مع وجود بعض المياه الملوثة كثر في الناس عافانا الله وإياكم أمراض الكلى والأمراض التي في الباطنة التي قد تكون من أسباب المياه الملوثة أو عدم شرب الماء بكثرة أو كثرة الأملاح في الجسد أو شرب مياه ليست من النمير العذب السلسبيل. إذن آية الماء العذب الذي ينزله الله من السحاب آية عظيمة على قدرة الله تبارك وتعالى، فإن شرب الماء
من أعظم النعم على الإنسان ليقابل بقوله بعده بعد الشرب ونعمة الشرب قد نمسكه لو نشاء أمسكناه أو جعلناه أجاجا أي مالحا شديد الملوحة غير صالح للشرب فلولا فهلا تشكرون. هلا شكرتم الله على هذه النعمة؟ الواجب على العبد أن يكثر الحمد والشكر. الناس اليوم تأخذ الماء وتشرب قد لا تسمي في غفلة عن هذه الآية وهذه النعمة العظيمة، يشرب الماء ولا يتفكر. لماذا لو عدمت الماء؟ هذه آية عظيمة، ولهذا استدل الله عز وجل على ربوبيته وعلى قدرته على الخلق والبعث بعد الموت وعلى أيضا التوحيد والربوبية بهذه الآية الدالة على قدرته. فتفكر يا رعاك الله عند شرب الماء أن هذه نعمة، لو عدمتها لعدمت حياتك، ولو عدمت صفاءها ورواءها وعذوبتها وزلالها وسلسبيلها لوقعت في حرج. والشرع جاء ولله الفضل والمنة برعاية المصالح ورفع الحرج والتيسير على الناس حتى في أقواتهم ومشروباتهم، وأنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. والمراد ماء المطر والغيث، ولهذا قال أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أنتم اللي أنزلتم الماء أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو المنزل له لكم وعلى بلادكم وحروثكم وزروعكم. ولولا إنزاله هذا الماء وهذا الغيث لأصبحت الأرض قحطاً جرداء جدباء، ليس فيها زروعاً ولا ثماراً ولا أشجاراً ولا نخيلاً ولا ما يستمتع به الإنسان ليتقوى به على عبادة الله تبارك وتعالى. وماء المطر هو معظم شراب العرب، كانت العرب تعتمد في شربها بعد الله على الماء الذي هو ماء المطر ماء السماء، لأن المخاطبين بذلك في حين نزول القرآن وهذه الآيات هم العرب، هم العرب، ولهذا خاطبهم بآية هم يعرفونها ويعرفون مكانتها وأهميتها. ولهذا يقال عن العرب أنهم بنو ماء السماء، بنو ماء السماء. من هم بنو ماء السماء؟ العرب، لأنهم كانوا يعتمدون على ماء السماء وهو ماء المطر. والمزن، المزن جمع مزنة وهي السحب جمع سحابة، جاء في الصحاح المزنة السحابة البيضاء، السحابة البيضاء، لأن السحابة البيضاء في الغالب هي الممطرة ماء زلالا، وهناك سحابة سوداء والعياذ بالله وهي سحابة العذاب. ولهذا قال قوم عاد لما قيل لهم في آية العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا، وكان غير ذلك. والجمع مزنة، والمزنة هي أيضا السحابة الممطرة. والمزن إما أن يكون المراد به عند العرب السحاب، وهذا كثير في استعمالات العرب، ومنه قول الأول قول الشاعر فنحن كماء المزن، فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل. فشبه مكانتهم ومنزلتهم
وشجاعتهم وقوتهم وفخرهم بأنفسهم بأنهم كماء المزن، فنحن كماء المزن أي كالسحاب. ولهذا يقول الآخر: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. يعدون ذلك من وسائل فخرهم واعتزازهم ومكانتهم ومنزلتهم. وأيضا من استعمالات المزن المطر، ومنه قول الشاعر: ألم تر أن الله أنزل مزنة، أي مطرة، ألم تر أن الله أنزل مزنة وعفر الظبا في الكناس تقمع. الشاهد: ألم تر أن الله أنزل مزنة، أي مطرة. فحاصل معنى المزنة معنيان: المعنى الأول أنها السحابة، وهذا هو الغالب، ولهذا قال: أأنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب. وأيضا تطلق المزنة على المطرة، ومنه قول الأول: ألم تر أن الله أنزل مزنة، أي مطرة. قوله: أم نحن المنزلون، أيضا دلالة على إثبات قدرة الله وعلمه وحكمته وربوبيته سبحانه، فلا يملك ما في هذا الكون والتصرف فيه إلا الله. أم نحن المنزلون؟ نعم، المنزل هو الله بقدرته سبحانه دون غيره. وكما قلنا: لو اجتمع الناس على أن ينزلوا مطرة قطرة واحدة لم يستطيعوا. فإذا عرفتم ذلك أيها المخاطبون، أيها الناس، وهي أيضا في مخاطبة الكفار آنذاك الذين أنكروا الربوبية والألوهية، فإذا عرفتم ذلك والمنزل له هو الله، كيف لا تعبدونه؟ كيف لا توحدونه؟ كيف لا تخلصون الدين له؟ وكيف لا تصدقون بالبعث بعد الموت؟ لأن الكفار كانوا ينكرون البعث. القادر على خلق الإنسان قادر على إعادته، القادر على الحرث والزرع، أفرأيتم ما تحرثون، القادر على إنزال الماء، القادر على إيجاد النار كما سيأتينا في الآية الرابعة: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. كل ذلك: أم نحن المنزلون، أم نحن المنشئون، أم نحن الخالقون، أم نحن الزارعون، كل ذلك دلالة على إثبات الربوبية والألوهية وقدرة الله على البعث. فسبحان الله، ولا إله إلا هو، ما أشد تقصير بعض الناس في الانصراف عن بارئهم والغفلة عن إلههم وخالقهم ورازقهم، وأيضا الغفلة عن هذه الآيات: الماء يشربه الناس وكأنهم يشربون شيئا عاديا، ولم يعرفوا أنه آية من آيات الله، وأنه لو أمسك ولم يستطيعوا وجود الماء لفقدوا حياتهم. ولهذا قال، كان يذكر عن بعض الولاة أنه يقول: من إذا منع الماء عني، إذا منع الماء عني فأدفع ملكي كله لأشرب شربة ماء. وقيل له: إذا شربت شربة ماء ولم تخرج، قال: أدفع نصف ملكي، بل ملكه كله. فالعبد ضعيف أمام قدرة الله ولو كان كبيرا في هذه الحياة. فإذا نعمة الماء نعمة عظيمة، لو شاء الله لم ينزل. وهذا في قوله: أم نحن المنزلون، بيّن سبحانه أنه لو شاء لسلبهم هذه النعمة، إما لم ينزل أو أنزله أجاجا أو أنزله على غير الناس، على البحر أو على الخلاء أو على الأرض
فلم ينتفعوا به. الأجاج كما قلنا الشديد الملوحة، وإلا فهو مالح لكنه شديد الملوحة يسمى أجاج، بمعنى أنكم لا تستسيغوا شربه، ولو شربتموه لتضررتم. أحد يستطيع أن يشرب ماء البحر أو الماء المالح؟ بل لا يزيده إلا عطشا. فهذه نعمة، أعني نعمة الماء العذب. ولو شاء الله لجعله أجاجا شديد الملوحة لا يمكن شربه. وقال الحسن في معنى أجاجا الماء المر، الماء المر الذي لا ينتفع الإنسان به لا في شرب ولا في زرع ولا في غيرهما. فبعض الزروع لا يصلح لها حتى الماء المر، وإنما قد يصلح لها ما بين المر والعذب. النتيجة وجوب شكر نعمة الله، فلولا تشكرون. الحمد لله والشكر له سبحانه. انظر عظم نعمة الشكر، بل الشكر أن يلهم العبد الشكر هذه نعمة. لأن بعض الماء، بعض الناس يشرب الماء ولا يشكر. ولهذا إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يستحق رضا الله. ومن رضي الله عنه فلا يسخط عليه، ولو سخط الناس كلهم عليه ويشرب الشربة فيحمده عليها. أن يحمد الله ويشكر والحمد لله من ثوابها أنها تملأ الميزان حسنات. والحمد لله تملأ الميزان. فأكثر يا عبد الله من الحمد والشكر لله عز وجل. الآية التي نرددها دائما في صلواتنا أول ما نبدأ فيها الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فهنا فلولا تشكرون، هل لا شكرتم نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذبا تشربونه وتنتفعون به؟ فلنكثر من الحمد والشكر. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله الإيمان قسمان، قسم شكر وقسم صبر. فليكثر العبد من هاتين الخصلتين، الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله المؤلمة وعن معصية الله، والشكر أيضا هو مساحة الشكر العظيمة، الشكر بالقول والشكر لله، إكثار الشكر والحمد لله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث. إنسان يكثر الذكر والشكر والحمد لله على نعمة الصحة، على نعمة الخلق، على نعمة الإيجاد، على نعمة المال، على نعمة الأمن والاطمئنان، على نعمة الذرية، على نعمة السكن والزوج والاستقرار. دائما لهج بالشكر لله. ولهذا المؤمن لا يفتر عن الشكر لله عز وجل. وهذا أيضا ثواب عظيم. وأمن النوع الثاني وهو المهم من أنواع الشكر، الشكر الفعلي والعملي. اعملوا آل داود شكرا. فلا ينفع أنك تكثر الشكر والحمد بلسانك وأنت لا تشكر بفعله. الذي يشكر نعمة الله بالمال لو يذكر ويشكر نعمة الله عليه بالمال بلسانه حتى يموت، لكنه لا يزكي منه ولا يتصدق منه ولا ينفق منه، ما أدى شكر نعمة المال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشاكرين، يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يصلي شكرا، يصلي شكرا لله عز وجل. تقول له عائشة لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إيش الجواب؟ أفلا أكون عبدا شكورا. فالشاكر هو الذي كثير العبادة، كثير الذكر، كثير قراءة القرآن، يكثر من أعمال البر والخير، يشكر شكرا بلسانه وشكرا بفعله، شكرا قوليا وشكرا عمليا. هذه الآيات
شرحها يبين الله عز وجل في آية من آياته الكونية والشرعية على قدرته سبحانه وعلى كمال علمه وحكمته، وهي نعمة الماء الذي هو أصل الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون، في أخص أوجه الانتفاع به وهو الشرب، إذ لو لم يشرب الإنسان لما تحققت حياته. ثم ذكر سبحانه نعمته على العباد بإنزاله وحده: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بل المنزل له هو الله، لا إله إلا الله. ويلفت نظر العباد والخلق والمخاطبين أن يتوجهوا إليه سبحانه في إثبات الربوبية والألوهية وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة: لو نشاء جعلناه أجاجا، أن الأمر كله لله. فاشكروا نعمة الله بالماء على إثبات قدرة الله وإفراده بالعبادة والتوحيد والربوبية والألوهية والقدرة على البعث والجزاء والنشور، وأن الله سبحانه أنعم عليكم بهذه النعمة. فهلا شكرتم؟ هلا شكرتم نعمة الماء؟ والله لو جلس الإنسان حياته كلها في قيامه وقعوده وحياته في أموره كلها شاكراً لله عز وجل لما أدى جزءاً من أجزاء شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فيا من أعرض عن الله، ويا من توجه إلى غيره في التوجه للقبور أو سؤال غير الله أو طلب النجدة والنفع والضر من الأضرحة أو من البشر أو من القوى الأرضية، أفرد الله بالعبادة وأخلص الدين له. فالملك لله والأمر لله والخلق لله وكل شيء بيد الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من هدايات هذه الآيات أولاً إثبات نعمة الماء، وأنه نعمة من أجل نعم الله وآياته الدالة على قدرته، أن في نعمة الماء إثباتاً للربوبية والألوهية والأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، أنه لا يملك الخلق والأمر والتدبير والإنزال للماء والإحياء والإماتة إلا الله تبارك وتعالى. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أيضاً فضل الله عز وجل على الناس بإيجاد السحاب. إيجاد السحاب نعمة التي ينزل منها الماء، وكذلك الغيث والمطر الذي به حياة الأرض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. أيضاً أهمية الماء في حياة الناس وفي حياة أوجه الانتفاع كلها وفي الزروع والثمار وحياة للأرض، وأيضاً إثبات نعمة المطر والغيث، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء لجعله مالحاً وجعله أجاجاً فلا يستطيع الناس أن ينتفعوا به. فنعمة الماء العذب النمير السلسبيل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تستحق منا الشكر. أهمية وجوب شكر نعمة الله شكراً قولياً وعملياً، والإكثار من ذلك لنعمة الماء في شربه والانتفاع في الزروع والثمار والأشجار والنخيل وغير ذلك، أو في
أوجه الانتفاع والنعم الأخرى. هذه بعض هدايات هذه الآيات المباركات من سورة الواقعة. الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في وقت صلاة الفجر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، والغلس كما قلنا اختلاط ظلمة الليل أو غلبة ظلمة الليل على ضوء النهار، يعني في أول الوقت، وضده الإسفار. وقالت في هذا الحديث: وكان نساء مؤمنات يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا مسألة، وهي: ما حكم حضور المرأة لصلاة الجماعة في المساجد وفي الحرم؟ الحديث ظاهر الدلالة على أن للنساء أن يشهدن الجماعة. تقول عائشة: وكان نساء مؤمنات يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر عند البخاري: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. في هذا الحديث، أعني حديث عائشة وهذا الحديث في البخاري، دليل على جواز خروج النساء من بيوتهن لحضور الصلاة في المساجد، صلاة الصبح. هذا في حديث عائشة صلاة الصبح، والحديث الآخر حديث عام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في كل الصلوات، العشاء والظهر والعصر والمغرب والفجر، وخاصة العشاء، لأن العشاء في معنى الفجر، في جامع الظلمة، الظلمة والعتمة، فهذه بغلس وهذه بالليل. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم خروج المرأة إلى المساجد، مع اتفاقهم رحمهم الله أنه لا يجوز الخروج إذا لم تأمن الفتنة، يعني إذا كان في فتنة على المرأة منها أو بها. المرأة هي فتنة أحياناً، وهي فتنة لغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. إذن نتفق، وهذا تحرير محل النزاع يسميه العلماء، متفقون على أنه إن وجدت فتنة فلا يجوز الخروج، وإذا لم توجد الفتنة فقد اختلف أهل العلم. هل التي تخرج العجوز أو المتزوجة أو الشابة أو التي لم تتزوج أو الصغيرة؟ هذا عليه مدار خلاف العلماء. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول، وإليه ذهب الشافعية رحمهم الله وصاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورحمهما، وهما الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ذهبوا إلى التفصيل فقالوا: إن كانت المرأة شابة أو كبيرة لكنها تشتهى، يعني تلفت نظر الأزواج وفيها شهوة للأزواج وللأزواج أو الرجال شهوة بها، فإنها لا تخرج، كره لها الخروج. إذا كانت شابة أو كبيرة، لكنها كبيرة ليست كبرا يجعلها لا تشتهي الرجال،
بل لا يزال فيها رغبة للرجال، وللرجال رغبة فيها. قالوا كره لها الخروج، وكره لزوجها أن يسمح لها، لأنها شابة أو قد تشتهي الرجال أو تلفت نظرهم. أما إن كانت عجوزاً لا تشتهى فلها الخروج إلى الجماعة في كل الصلوات دون كراهية. إذن باختصار، مذهب الشافعية وصاحبي أبي حنيفة التفريق بين الشابة والكبيرة التي تشتهي الرجال، فهذه يكره لها الخروج ويكره لزوجها أن يمكنها من الخروج. أما العجوز فيجوز لها أن تخرج إلى الجماعة وإلى الصلاة في المساجد في الحرمين أو في سائر المساجد دون كراهة إذا كانت عجوز. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة قريب من المذهب الأول، لكنه بالنسبة للشابة يقول يكره لها أن تخرج ويكره لزوجها أن يمكنها. لكن الفرق بينه وبين المذهب الأول في العجوز، العجوز في المذهب الأول يجوز أن تخرج للمساجد في كل الصلوات بدون كراهة. الإمام أبو حنيفة يقول لا، ليس لكل الصلوات، تخرج للعيدين وللعشاء والفجر فقط لأن فيه ظلمة، أما في النهار فيخشى عليها أن تلفت الأنظار فلا تخرج في صلاة الظهر والعصر والمغرب والجمعة. لاحظنا الفرق بين المذهبين. المذهب الأول في العجوز أن تخرج لجميع الصلوات والمساجد، أبو حنيفة لا، يقول لا تخرج إلا في الليل للعشاء والفجر، أما الأوقات اللي هي نهار ويخشى أن يراها الرجال بإسفار ونهار فيخشى ذلك عليها فلا تخرج. رحم الله علماءنا ما أبلغهم في الاحتياط في حصانة المرأة، وانظر كيف المرأة اليوم في أعقاب الزمن. المذهب الثالث مذهب المالكية. مذهب المالكية يفصلون أكثر. المالكية عندهم النساء أربع أنواع، النساء على أربعة أقسام. العجوز التي انقطعت الحاجة إليها البتة، يعني في السبعين في الثمانين، هذه لا حرج عليها عندها. الثانية المرأة يسمونها المتجالة، المرأة كبيرة لكنها دون السبعين، يعني من الخمسين والستين ولم تنقطع حاجة الرجال منها في الغالب. هذان قسمان من أقسام الرجال، النساء عفوا، عند المالكية. العجوز الكبيرة التي لا حاجة لا بالرجال البتة، هذه تخرج. المرأة الكبيرة لكن لها حاجة للرجال والرجال لهم حاجة إليها. النوع الثالث والرابع الشابة، ويفرقون بين الشابة المتزوجة وغير المتزوجة، والشابة الجميلة وغير الجميلة. فعندهم الشابة غير الفارهة والنجيبة، والشابة الفارهة في الشباب والنجابة. اللي جميلة هذه لا تخرج، لأن حتى بعض الفتيات من شكلها تحس تلفت النظر، فهذه عندهم لا تخرج. أما الشابة الغير فارهة في شبابها وفاتنة في جمالها فلها عندهم أن تخرج. هذا مذهب المالكية في المسألة.
التفريق بين أنواع النساء، إن كانت عجوز مرة كبيرة لها أن تخرج، وإن كانت متجالة أي مسنة كبيرة لكنها لم تصل إلى العجز الكبر في السن، بل وهذا والضابط الحاجة لها، رغبتها في الرجال ورغبة الرجال فيها، هذه أيضا عندهم أنها لا تخرج. وعندهم الشابة غير الفارهة لها الخروج، والشابة الجميلة أو الفارهة في شبابها ونجابتها فهذه لا تخرج أصلا. المذهب الرابع مذهب الحنابلة، الجواز للجميع، عجوز، كبيرة، صغيرة، شابة، فارهة، غير فارهة، متزوجة، غير متزوجة، لها أن تخرج، يباح لها أن تخرج تحضر الجماعة. وش قلنا بشرط؟ بشرط أن تؤمن الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز الخروج على مذهب الأئمة جميعا. وش الراجح؟ ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح طبعا ما يقول المذهب الحنبلي أنا برجح مذهب الحنابلة، أو المالكي يقول نرجح مذهب المالكية، أو الحنفي يقول نرجح مذهب الحنفية، أو الشافعي يقول يرجح مذهب الشافعية. نقول ما هي الأدلة؟ ننظر في الأدلة أولا. عندنا الدليل الصحيح حديث عائشة، وكان جمع من النساء يحضرن الفجر ويخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، فهذا دل على أن المرأة تخرج. طيب هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة انظري يا عائشة هل هن شابات أم عجائز أم متزوجات أم غير متزوجات؟ إذن الأصل العموم، ولهذا دل هذا الحديث على جواز أن تخرج المرأة أياً كانت. فالذي يعني يترجح لحديث عائشة هذا هو أنها على الأصل، أن هذا الدليل على الأصل العام. وأيضاً من ما يسنده من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضاً قولها وتأكيدها أنه يشهد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء من المؤمنات، واضح الدلالة أنه عام للنساء جميعا وعام للأوقات جميعا، فلم يحدد وقت دون غيره. هن إن شهدنا الفجر فشهود العشاء قد يكون من باب أولى لأنها أبلغ في الظلمة، فالضابط إذن هو كونها مأمونة الفتنة وكونها أيضا متحشمة ومحتجبة وقائمة بما شرع الله لها من الحجاب والاحتشام. وأيضا هناك أحاديث أخرى تسند هذه الأحاديث، منها ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر رضي الله عنهم تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني، هي تعلم في نفسه أنه قد لا يحب الخروج لكنه لم ينهها لم ينهها فهي تخرج. قال لما قالت وما يمنعه أن ينهني أن ينهاني، قال يمنعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا واضح في النهي. والنهي أيضا عند أهل العلم عند إذا أطلق يقتضي التحريم، لا تمنع يعني لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الصلاة في المسجد. وفي رواية عند أحمد
وعبد الرزاق، قال لها عمر: إنك لتعلمين ما أحب. فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني. قال: لا أنهاك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قالت: فطعن عمر وإني لفي المسجد. فهذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحضر الصلاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شابة أو عجوزا. هذا مما يدل على العموم. وأيضا يسنده ويعاضده حديث مسلم من حديث الزهري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، شوف تقديم المفعول وتأخير الفاعل، التقدير: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. أيضا هذا حديث صريح، وهو عند مسلم، أنه لا يجوز منع المرأة مطلق عموما، ما ينظر إلى العجوز والشابة. والأحاديث هذا أيضا أصبحت الآن مشهورة ومعلومة ومتواترة. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله: والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة، قال ذلك في المحلى، والآثار في حضور صلاة الجماعة، النساء صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث متواترة في غاية الصحة، لا ينكر ذلك إلا جاهل. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في الجزء الأول في صفحة 172: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. فهذا خلاصة القول في المسألة: جواز خروج المرأة إلى الحرمين وإلى المساجد بشرط أن تؤمن الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز، شابة أو صغيرة أو كبيرة أو مسنة أو متجلة أو عجوز أو جميلة أو غير جميلة. ويشترط أيضا عدد من الشروط، وهذه مهمة وضوابط. إذا قلنا بجواز خروج المرأة فهناك 10 شروط وضعها العلماء. شوف الدقة والحيطة والحرص عند علماء الشريعة. وقد بوب البخاري رحمه الله على ذلك: أول شرط كما قلنا أن تأمن الفتنة، وأن لا يكون هناك فتنة منها أو إليها أو عليها. ترى بعض الحريم، بعض النساء عافانا الله وإياكم، من خروجها إلى البيت وهي مثلا تلتفت، واليوم جت أجهزة الجوالات والهواتف المحمولة والتصوير وهذه الفتنة الخطيرة. فالأمر يحتاج منا إلى أن نضع ضوابط الحقيقة صيانة للمرأة. أولاً الاستئذان، أو قد يكون هذا ثانياً، الاستئذان من الزوج أو الولي. لا تخرج بدون إذنه، لا تخرج بدون إذنه. لا إذا كانت تخرج للعبادة فإذن زوجها عبادة وطاعة زوجها عبادة. ولهذا بوب البخاري باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، هذا شرط. 2، أن تؤمن الفتنة بها ومنها وعليها يقينا أو غلبة ظن. ليه؟ وش يخرج؟ يخرج الشكوك والوساوس، لأن بعض الأزواج وبعض النساء
عندهم شكوك بأزواجهم أو بأنفسهم فيشكك. لا، إذا وجد أمنت الفتنة المبنية على غلبة الظن ولا يشترط اليقين. ولهذا بوب ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذا كنا لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لا بيقين، يعني ظن ذلك لا بيقين لا بتيقن الفتنة. إذا تيقنت الفتنة فلا. الشرط الثالث ألا يترتب على حضورها الجماعة محذور شرعي كالفتنة، التطيب، الجمال، الاختلاط بالرجال، إذا ترتب على حضورها محذور شرعي فلا يجوز أن تخرج. أما إذا لم يترتب على خروجها محذور شرعي فلا بأس بخروجها. الشرط الرابع ألا تزاحم الرجال في طريقها ولا في المسجد، وإنما تكون بعيدة عن الرجال. الشرط الخامس والضابط الخامس في جواز خروج المرأة إلى المسجد أن تخرج تافلة. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، في بعض الروايات وليخرجن تافلات. والتافلات جمع تافلة، أي غير متبرجة، غير متطيبة، غير متزينة، تخرج مبتذلة، تخرج بثياب ثيابها وملابسها العادية. السادس الحجاب، الحجاب الشرعي، أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. الشرط السابع أيضا وقد ذكره بعض أهل العلم كما في سنن أبي داود أن يكون مكان هناك للرجال ومكان للنساء، وباب للرجال وباب للنساء، أخرج ذلك أبو داود وغيره، ليكن خروجها ودخولها من باب مستقل. ثامنا أن تكون في الصفوف الخلفية، قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة إذا كانت في الصفوف الأولى أو خالطة الرجال أو لم تبالي بالحجاب أو الاحتشام أو الحياء فإنها يخشى عليها من الفتنة، فينبغي عليها أن تكون في الصفوف الخلفية. تاسعا إذا ناب الإمام شيء في صلاته ألا تتكلم، وإنما يسبح الرجال يقولون سبحان الله والمرأة تصفق، يعني تضرب برجلها أو بيديها. الشرط العاشر أن تخرج من المسجد ولا تختلط بالرجال، لا تزاحمهم عند الخروج، إما أن تخرج قبلهم كما كان نساء الصحابة، كان نساء الصحابة يخرجن قبل الرجال كما في حديث أم سلمة، الرجال عليهم أن ينتظروا حتى تنصرف النساء من المسجد إلى دورهن، وقد روى ذلك البخاري في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا فيه أن بعض النساء يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس بحضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بحضور صلاة الجماعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع التستر والبعد عن الفتنة. إذا تسترنا واحتشمنا ولم يتعاطينا الطيب جاز لهن حضور الجماعة، ومع هذا بيوتهن خير لهن مع ما في الجماعة من فضل،
إلا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وقد يكون الأمر واسعاً بالنسبة للحرمين الشريفين، لأن المرأة يمكن أن تقتدي بالإمام وهي في مكانها إذا رأت الصفوف ولم تنقطع، والآن أكثر الفنادق المجاورة للحرم وكذلك الساحات المحيطة بالحرم كل الصفوف فيها متصلة، فتصلي وهي في مكانها، وإذا حضرت إلى الحرم ففي الصفوف الخلفية وفي الأماكن المخصصة للنساء وهي آخر الصفوف وبعض الأبواب المخصصة للنساء، ولتأتي بالحجاب والاحتشام والحياء والحشمة وعدم التطيب حتى لا يفتن غيرهن أو يفتن يفتن بهن غيرهن. فبعض النساء هي التي تفتن الرجال، وبعض الرجال هم يفتنون النساء أيضا، فالأمر في ذلك خطير ينبغي أن يتنبه له الجميع. لكن إذا حضرنا الجماعة للفائدة والتأسي بالإمام أو لسماع الحديث والخطبة والفائدة والدرس فلا بأس في ذلك. هذا الكلام كله للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن بشرط أن يكن متسترات تاركات لأسباب الفتنة من الطيب ونحوه. هذا ما ذكره سماحته رحمه الله في هذه المسألة، وبهذا يتبين لكم القول الراجح في هذه المسألة والضوابط في خروج المرأة. وإننا لنناشد أختنا المسلمة في الحرمين الشريفين وفي المساجد أن تستشعر آداب الحرمين، فتأتي للحرمين بنية خالصة وصادقة وتحضر المساجد للعبادة، لا تخرج كأنها تأتي إلى السوق أو إلى أماكن التجمعات أو الأفراح بكامل زينتها فتفتن الناس وتفتن المصلين. والفتنة بالمرأة في هذا الزمن كبيرة وخطيرة، لا سيما مع التصوير وفتنة التصوير والمقاطع التي تنتشر بين الناس، فما أحوج الناس إلى الحياء وإلى العفاف والحشمة. ونخاطب أولياء الأمور فيهم غيرتهم وحياءهم على رجال نسائهم وبناتهم وفتياتهم، أن يعظهن ويأمرهن ويوجههن إذا خرجنا إلى المساجد بالضوابط الشرعية. نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم، كما نسأله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يحقن دماء المسلمين ويصلح أحوالهم بمنه وكرمه، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير وإلى البطانة الصالحة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.